أنا متطوع زورت المخيمات لزرع بسمي على وجوه الأطفال الذين هجروا من بيوتهم في المخيمات. الفكرة من الموضوع أنه أنا أزرع بسمي وأترك أثر لذا الأطفال، خاصة نحن هلأ في رمضان الأطفال يكون عندهم شيء تعب نفسي تعب جسدي. نعم اي نعم انا الدكتور. حط مسخر. دائما الطفل اللي في قلب المخيم هو بيعاني، بيعاني الحر، بيعاني البرد، بيعاني كل شيء. فهاي الساعة اللي نحن بنروح نزور فيها المخيمات بجوز تعطيه أثر لمدة طويلة، وتم يتذكر إنه في فريق أو في مهرج إجا زارنا بالمخيم. ربيتك على الصوت. ايش عم تعمل؟ ايش ولد؟ يعني مو إنه مهرج إنه بس للرقص والغني، لا، نحن عم نعطيهم درس توعي بحيث انه يكون عندهم حفاظ على صحتهم وعافيتهم. ما في اداب بالاكل ابدا. ثاني شغله انك مالك بنظيف ابدا، لا بتغسل ايديك ولا بتغسل وشك ولا بتفرش اسنانك ولا بتاكل اظافرك. واليوم فرحنا في جاية استاذ فراس وعمل لنا مسرحيه حلوه، ونتمنى ان يعود الينا. انبسطنا لما الأستاذ محمد قام يسوي له دكتور والأستاذ قام يضرب أستاذ محمد، وانبسطنا كثير. اليوم جانا المهرج وأعطانا دروس عن النظافة وأعطانا أكلات وغنينا سويا ومسرحيات ورقصنا كثيرا. أتمنى أن يعود مرة ثانية. جانا المهرج هو الأستاذ ولعبنا وبسطنا اليوم وعطانا أكلات وعطانا حفلة ولعبنا. يلا بدنا نقول للقاء. واحد اثنين.